اهلا وسهلا، مرحبا بكم. اليوم تتلعب مقابلات الجولة السادسة من بطولة الرابط المحترفة الأولى. نحكيو على دفعة أولى، دونك عندنا ثلاثة مقابلات في البرنامج. ماضي ثلاثة زوز مقابلات، والخمسة ونص عندنا مقابلة واحدة. نبدأ بمقابلات ماضي ثلاثة. الملعب التونسي في باردو يستقبل النجم الرياضي الساحلي، مقابلة فيها برشا فرجة تتعدى على القناة الوطنية الأولى. زفرها وليد الجريد نسجل غياب نداو بسبب الورقة الحمراء في الملعب التونسي، غياب يوسف العبدلي بسبب الإصابة في النجم الرياضي الساحلي. نذكر ماضي ثلاثة الملعب التونسي مع النجم الساحلي. ماضي ثلاثة زاد مستقبل سليمان مع النادي الإفريقي، للحكم هو أمير العيادي. المقابلة هذه تتعدى على التلفزيون، زاد تتعدى على القناة الوطنية الثانية. نسجل غياب شهاب العبيدي في تشكيلة النادي الإفريقي بسبب ورقة حمراء، وفي المقابل نلقاو حمدي العبيدي أساسي في مقابلة اليوم في التشكيلة الأساسية للنادي الإفريقي في مواجهة سليمان. نذكر ماضي ثلاثة متاع العشية. خمسة ونص المقابلة الوحيدة، مقابلة القمة بين الترجي الرياضي التونسي والاتحاد المنستيري في ملعب المرحوم حمادي العقربي برادس. الحكم هو نضال الطيف. مقابلة تتعدى على الوطنية الأولى وعلى قناة الكأس القطرية الثاني. الماتش هذا هو اللي باش يكون فيه طارق ثابت على البنك خلفا لمعين الشعباني. فما برشا تغييرات منتظرة في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي، كيما عميم ونجم القاوة أساسي اليوم في المقابلة، بن علي عليمين بوقرة هذوما ملاعبين نجم يكونوا موجودين في التشكيلة الأساسية، واختيار طارق ثابت في مواجهة الاتحاد المنستيري. اليوم نقعدوا مع الترجي درجين التيري تقريبا. إدارة النادي على الصفحة الرسمية للفريق عملت آخر تحيين لعدد الاشتراكات اللي وصلوا ل 10426 اشتراك بالنسبة لجماهير الترجي، يعني زيادة ب 1000 اشتراك في 48 ساعة الأخيرة. هذا بالنسبة لمقابلة اليوم. مقابلة غدوة خلينا نعطيكم ونذكركم بالتعيينات مع مقابلة غدوة، الدفعة الثانية من مواجهات الجولة السادسة. إن شاء الله الأولمبي البيجي باش يواجه القوافل الرياضية بقفصة بدايه من ماضي ثلاثة غدوة. الحكم هو أيمن النصري، هذا بالنسبة للمجموعة الأولى. في المجموعة الثانية اتحاد تطاوين مستقبل مرسى أمير لوسيف هو الحكم، ونجم المتلوي نادي بنزرتي التحكيم المحمود قصيعة. اليوم زادة تنطلق مقابلات البطولة في الرابطة المحترفة الثاني. اليوم شارة الانطلاقة وبرنامج الجولة الافتتاحية بالحكام. نعطيكم الدفعة الأولى، اليوم فما مقابلة غدوة، فما مقابلة ماضي ثلاثة جمعية تريانة مع القلعة الرياضية خليل طرابلسي والحكم، النادي القربي هلال مساكن الحكم وسفيان المنصري، مرجان تبرقة مع النجم الرادسي أمير الفقير هو الحكم، شبيبة القروان مع مستقبل وادي الليل خليل الجاري هو حكم المقابلة هذه، وأمل جربة مع هلال الشابة التحكيم الحسني النايلي. غدوة بقية المقابلات في الجولة الأولى، الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الثانية. ترجي جرجيس مع مستقبل جابس، الملعب الجابسي مع مستقبل رجيش، محيط قرقنة مع أولمبيك مدنين، سبورتينج المكنين مع أولمبيك سيدي بوزيد، نسر جلمة مع أمل الرقبة، نادي حمام نلف مع جندوبة الرياضية، وسبورتينج بن عروس مع أمل حمام توسا. اللاعب السابق للترجي النادي الافريقي شاكر الرقيعي اعلن اعتزاله رسميا لكره القدم بعد نهايه عقد احترافه مع نادي الانصار السعودي. رقيعي نذكر بدا الكره في الشبان مع اتحاد بن قردان، لعب بعدها في جرجيس، لعب في الترجي، لعب في النادي الافريقي، لعب في نادي حمام نلف، وكانت له عده تجارب اخرى في فرق سعوديه وكويتيه. نحكيو على الهوند، منتخبنا الوطني لكرة اليد يلعب اليوم مقابلة ودية في أنقرة ضد المنتخب العراقي بداية من ماضي 33 دقيقة. ماتش في طار تربص المنتخب التحضيري في تركيا. بالمناسبة احنا نحكيو على تربص تركيا، جامعة تونسية لكرة القدم أمضات اتفاقية تعاون مع الاتحاد التركي لكرة اليد، مش كرة القدم، كرة اليد. نحكيو على الجامعة التونسية متاعنا في الهوند وجامعة تركيا متاعهم هما في الهوند، دونك الزوز عملوا اتفاقية تعاون تشمل برشا مجالات كيما تبادل التربصات، كما زاد كيف تكوين المدربين وتبادل الحكام. نكملوا بالكرة في أوروبا، أهم المواجهات بالنسبة اليوم، مواجهة ديجا بدات في إيطاليا في السيريا الجولة الثامنة، إنتر مع بولونيا. حتى توا خلينا في الدقائق الأولى واللحظات الأولى من المقابلة هذه، النتيجة متعادلة 0-0. يوفي مع الخمسة مع تورينو، هذا ديربي تورينو بداية من الخمسة متاع العشية. جينوفا مع جمعية ميلان، ومقابلة تسحق الفرجة 8-4. بالبطولة الألمانية الجولة السابعة، بروسيا دورتموند مع أونيون برلين بعد أقل من 20 دقيقة. العيدوني أساسي مع أونيون برلين في المقابلة هذه، لايبزيتش مع بوخوم بداية من الساعتين ونص، والخمسة ونص مقابلة فيردر بريم مع هوفنهايم.
بالنسبة للبريمير ليج الجولة الثامنة فولام مع شيفيلد فريق أنيس بن سليمان بداية من ماضي ثلاثة نفس التوقيت مانشستر يونايتد فريق حنبع المجبري مع برينتفورد هذا بالنسبة للكرة في إنجلترا وهم المقابلة اليوم في الليغا الجولة التاسعة ريال مدريد مع أوساسونا بداية من ماضي ثلاثة و15 دقيقة سيفي مع رايو باليكانو بداية من الثمانية ليغ 1 في فرنسا ماس مع نيس بداية من الأربعة هذه مقابلة من مقابلات الجولة الثامنة من البطولة الفرنسية نفس الجولة نفس الإطار رانس مع موناكو بداية من الثمانية متاع الليل نشر هذه وكل الأخبار موجودة على www.mosaikafm.net